السلام عليكم خوت، مرحبا بكم في كانتي ديال اليوم الخميس دوفيل كلاس دو هانديكاب ديفيزي ريفيرونس 15 حتى 20.5 55000 اورو. لا ديستونس ديالها طويلة 3200، 15 عاود غازون، 16 عاود و 6 نو بارطو. ما جاليش غدا نو بارطو، عندو 3 سنين هاد العود ديال 16، الوحيد اللي كانت عندو 3 سنين دار نو بارطو. هاد الكانتي ديال اليوم الغد غادي يمشي الخوت حتى للمساء كيف العادة مع 7:15 بتوقيت المغرب. هاد الكان هاد الكانتي هادا خرجت شي بعض الخيول وتقريبا تنتمنى يكونوا ملي كاينين ان شاء الله غدا. تبعت الباسي ديالو، الباسي تقريبا هو هذا، الباسي ديال الكورسا هو هذا، كان جات فيه 6-4-1-3-12 وكان داك بورت دو فيل هو الويت ديال غدا على ما اظن. هو الويت غادي نشوفو شنو هو بورت دو فيل، هو الويت كان دار دوزيام العام اللي داز، وكانت باسكوينتين هو الكاتورز، كان دار كاتريام في 2019. كان جات فيها 1-4-13-11-8. ملي قلبت هاد الخيول منين كانت جاية قبل ما يجريو في هاد الكانتي ديال 70000 اورو، كانت جاية من الفيشي، الخيول اللي كانوا جايين من الفيشي هما اللي جاو. ونفس الحالة تبعتها دابا، لقيت بعض الخيول جايين من الفيشي، والخيول الخوت اللي جايين من الفيشي غادي نشوفوهم هنايا، غادي ناخدوهم. هادي كلير فونتين دوفيل، وهادي تاهي كلير فونتين دوفيل، هادي فيشي، كانوا جايين من الكانتي ديال 3000 متر، 50000 اورو، جايين في الفيشي. فيها الدو وفيها الناف وفيها التيس، ثلاثة ديال الخيول كانوا جراو في الفيشي. الدو كان دار دوزيام بلاس، والناف كان دار سيزيام، والتيس كان دار اونزيام. نفس الجواكا مي العشرة شونجمون جوكر، كان عليه سيلفيان رويس، دابا شتو ستيفان باسكي. هاد العشرة تقريبا هاد العشرة هادا دي كانتيات ديالو كلين، مبغاش يبلاصي ما بلاصاش فيهم. احسن كانتي كان بلاصة فيه كان دار فيه سيزيام بلاس. على كل حال الخوت، احنا غادي ناخدو دوك الخيول اللي كانوا مشاو في الفيشي، كاين تو والنف، تو والنف والديس. تو والنف تنضم فافوريين، والديس اوتسايدر. هادي هي لي فافوري ديال الكورسة. كما كنشوفو النف والكاتورز هما الاوتسايدر، هما الفافوري النف والكاتورز. والسيكوند شونس كاين الخمسة البير ديال الكسندر فراكاس، كاين تو، كاين تروا ماكس لافخي بول، روبير كولي، وكاين سيس نو باردون، كاين لويت اللي في الباسي، وكاين العود الايرلندي بيرنينغ فيكتوري. وفي الاوتسايدر الاخوان كاين 12، كاين 15، وكاين 13، وكاين 6، وكاين 7 اللي تي ستورم، كاين الربعة، وكاين 11 باغبادين، العود ديال اللي هي. على كل حال الخوت، خدينا دي شوفو ديالنا، خدينا الناف والدو والديس، وغادي ناخدو العودة ديال اللي راكب عليها ماكسيم كيو، هي رقم 12. رقم 12 عندو دوكانتي دو بلاسي، دوكانتي دو بلاسي، عندو كانتي
في تيران لورد في 2500 في الدوفيل، وعنده في سان كلود في تخي لورد دار تروازيام. العود عزيز عليه يكون تيران لورد. ايطا دو تيران ديال اليوم الغد تقدر تكون سوبل او لابون سوبل. على كل حال خدينا هاد العود لانه جاي من لا كونديسيون دوز. العود الخوت اللي غادي نزيد هو داك الكاتورز اللي كاين في الباسي ديال 2019. ممكن يبان حيت غادي فافوري وعندو واحد البوا غادي يسمح له باش يجي هاد العود. الكاتورز عندو اخر كورسا غانيو في لا كونديسيون في الكلير فونتين دوفيل، الكانتي ديالو ديال 70,000 أورو، كان دار فيه كاتريام. بما ان خوت خدينا الكاتورز خدينا الدوز خدينا الدوز والنف والدو وخدينا داك الويت تا هو كاين فافوري بورت دو فيل. الويت ما بقاش لينا بزاف، بقى لينا فقط العود الايرلندي بيرنينغ فيكتوري الان 60.5 في البوا. واخر عود الخوت هو البير رقم 5 رقم 5. خدينا الان والدو والسينك والويت والنف والدوز والكاتورز. سات شوفو عاود غنحطو في لا سوربريز الاخوان. هاد العود غادي يتجلى في جوج ديال الخيول، احنا غنشوفوهم اللي عجبنا فيه راه حنا غادي ناخدو. يا اما كريستوف سوميو موستيل، يا اما سات ليتي ستورم ايدي هاردوين. اول عود غندخلو ليه هو رقم 4 غانيو كاتريام، ويتيام نو بلاسي، ساتيام كريستوف. خيول ديال رومان لو دغون دولوز دريم كاستل. عنده كورسة وحدة في 2700 في البيس سافر فيبر نو بلاسي، وعندوش تقريبا هاد العود ديال بيست سافر فيبر. غادي نتبعوه واش اول خطره غيمشي لي سوميو. كان مشى لي بيريت كان مشى ب10، والبير كان دار 3، وماكس لافريبول كان دار 5. غادي نمشيو لعند عند اخر كورسا بيريت. هذا ميلتي، كان غدا ميلتي برايس اوف فاير. خيول قوية جدا هذه، الخيول قوية. هو كان مشى ب61 كان مشى عليه بيريت. انا غنتبعو هاد العود واش اول خطرة بيريت يمشي عليه غير بيريت. هاد العود هذا بودو كان مشى مع تايات كاتيجوري تايات عالية، كان دار كاتريام كاتر ريفر والريشمونت. المهم هاد كاتيجوري ولكن هي في البيس صعب الفيبر، هادي رملة. هنا كان بودو كربح في غانيو، وكنظن ألفير دار دوسيام، هادي غير رملة، هادي بيس صعب الفيبر. شانتيلي كان مشا جران فافوري. تلعود تبقى الكيسيون ديالو شنو يدير معاه كريستوف سوميو. هنا شونتي لي بيس في برغانيو، صابر في بر في توبيل غانيو. صابر في بر ارت اوفيزيو. المهم الغازو كيخسر فيه بودو جران فافوري، غازو كيخسر فيه تبقى عنده واحد العلامه ديال الاستفهام. هنايا
نهار خوت 2500 في الريفيرونس 41، يعني ريفيرونس ضعيفة بزاف، ريفيرونس 41 كان دار تروازيام، هنا دوزيام في الريفيرونس 32 في الكلير فونتين. على كل حال الخوت بالنسبة للعود تيبان ليا ضعيف شوية، تيبان ليا ضعيف، مي افيك كريستوف ساميون تبقى بين قوسين. غادي نمشيو لعند ليتي ستورم، ليتي ستورم رقم 7. هاد العود هو اللي كان مشى معاهم في شونتيلي شهر 5، تقريبا شهر 5 مجرى، عندو واحد لارونتري ديال 3 شهور. هنا كنضرب البير دوزيام، هو دار تروازيام، وكان ماكس لافريبول دار سانكيام، ولوهويو رقم 10 كان دار سيزيام. هادي هي احسن كلاس مو دار هذاك العشرة، سيزيام بلاس كريستيان تيميروف 39، يعني كان غي بلاسي هو مور الاحمر، كان غادي بلاسي سانكيام او لاكاتريام بلاس. وكان جات غلب عليهم هاد العود هذا، وكان رقم 7 كان دار تروازيام على المرة 15. على كل حال الخوت نتوما اللي بان لكم ممكن تزيدوه في كسوربريز، انا فقط انا زادت 7 ديال الخيول لا غير، انا ما كراش نحط غير 5 د الخيل ضربوها الي ولو تور. انا كيبان لي داك الضربه ماكس لافريبول وتيبان لي، ولكن فقط الان والدو والسانك والويت والناف والديس والدوز والكاتورز، الان والدو، الان والدو والسانك والويت والناف والديس والدوز والكاتورز، هي هذيك راه اصلا هما 8 ديال الخير، الان والدو والسانك والويت والناف والديس والدوز والكاتورز. فقط ويت شوفو ممكن تاخذوا من هذا البرونوستيك الخوت، ممكن تاخذوا من هذا البرونوستيك، وكنتمنى لكم التوفيق الخوت، وتحياتي لكم ومع السلامة في فيديو قادم إن شاء الله.